هل تجاوز الشرق الأوسط خطر حرب جديدة؟ المفكر والباحث الدكتور عزمي بشارة يقرأ في طبيعة ومستقبل العلاقات الإيرانية الأمريكية على خلفية مقتل سليماني والرد العسكري الإيراني وأثر الأزمة على العراق ودول المنطقة، ونقاش حول تطورات الملف الليبي قبل مؤتمر برلين. استقبلوا أسئلتكم عبر البريد الإلكتروني info@alarabi.tv أو عبر التعليقات أو خدمة الرسائل على صفحات التلفزيون العربي على مواقع التواصل الاجتماعي. حديث خاص الاثنين 8:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.